أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من استوديو قناة الإمام الحسين الفضائية المجاورة والمطلة على حرم سيد الشهداء عليه السلام، يأتيكم برنامج هداية السائل. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الاتصال مباشرة على هواتف البرنامج والظاهرة أسفل الشاشة، ورقم الواتساب خاص بالرسائل فقط. ونحب أن نعلم المشاهد الكريم إلى أن كل ما يرد في البرنامج من أجوبة مطابق لفتاوى آية الله العظمى المرجع الكبير السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله. وأولى هذه الأسئلة التي نستعرضها هنا في البرنامج سؤال، يعني سؤال يكاد يكون طبي. يقول صاحب السؤال: يذهب البعض إلى أن موت الدماغ يعني موت الإنسان حتى لو لم يتوقف النبض في الحال، لأنه سيتوقف بعد ذلك حتما كما يقول الأطباء، فهل يعتبر الإنسان ميتا عندئذ شرعا؟ طبعا للجواب على هذا السؤال يحتاج إلى مقدمة، وهو أن للإنسان روح، وإذا حكمنا على الإنسان بالموت ينبغي أن تخرج هذه الروح من البدن. شنو علامة خروج الروح من البدن؟ واحدة من تلك العلامات الظاهرة، يعني أي إنسان ممكن يشوفها، اللي هي برودة الجسد. إذا برد الجسد بالموت، هاي واحدة من علامات خروج الروح. توقف أعضاء الجسم عن العمل، يعني البصر عن الإبصار يتوقف، السمع عن السماع يتوقف عن السماع، حاسة الشم، حاسة الذوق، حاسة اللمس كلها تتوقف، هذه الحواس تتوقف. النبض يتوقف، يعني نبض الإنسان اللي هو حركة القلب، هذه كل هذه تتوقف. إذا توقفت أجهزة الجسم، هذه علامة على أن الروح غادرت الجسد، حينئذ نحكم من أن هذا الإنسان ميت. هاي هي صورة الحكم بالموت. إذن موت الدماغ وحده لا يعني الموت الكامل، يعني لا يقال لصاحب هذا الإنسان اللي مات مثلا مخه لا يقال له ميت، بل الميت هو كما قلنا لكم الذي خرجت روحه عن جسده ومن كل جوارحه. عندنا اتصال هاتفي. مسلم من ذي قار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، فضل أخ مسلم. سيد نعم، اليوم قاعد الساعة 9. نعم. مثل الساعة صلي لو تسجل علي. يعني إذا قعدت الساعة 9 الصبح المفروض بيك مباشرة تروح تتوضأ وتصلي، بس صلاتك قضاء وما يصير تأجلها، ما يصير تأجلها إذا أنت صاحي ومدرك، ما يصير تأجلها. أول عمل إلك المفروض تروح تتوضأ وتصلي. بس أنا يوم قعدت ما صليت بعد جيت أصير يعني حرام علي؟ هسه حاليا أنت ما تدري، روح صليها ومو حرام عليك إن شاء الله، بس مرة ثانية إذا سويتها نعم، في هذه الحالة أنت دا تسوي حرام. الله يحفظك. الله يخليك يا عيني، أهلا وسهلا ومرحبا.
مشكور شيخنا مشكور. اهلا وسهلا، هلا بك. زين، عندنا ايضا من أسئلة المشاهدين الكرام، طبعا تجينا أسئلة يعني عبر عبر الواتساب، ويمكن أنه نذكرها واحدة واحدة. زين، الأخ هنا لربما هو ما ذاكر اسمه، لكن هو مذكور الكلمة الطيبة صدقة، عدة سؤال ونحاول إن شاء الله نجاوب على سؤاله إذا هو يستمع لنا عبر شاشة التلفزيون. يذكر طبعا سؤال طويل، يذكر به بعض الشواهد. يقول قيل أولا أن حلال الله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. صحيح، هذا صحيح وارد. إن الدين معاملة، إن الدين المعاملة، نعم صحيح. لا ضرر ولا ضرار. أربعة، الربا محرم بنصوص قرآنية واضحة. هاي مقدمة السؤال. ثم يقول في زمن النبي صلى الله عليه وآله لا يوجد اختلاف عمولات، فعلى أي أساس شرع ما يسمى باختلاف الجنس؟ ومن حق المكاتب أن بلي المكاتب أن تعطي بفئة الدولار وتسترد أموالها بفئة الدينار وبأرباح كارثية، ألا يعتبر هذا ربا؟ نعم ربا. اللي تفضلت بي واللي ذكرته، نعم ربا، إنه واحد ينطي فلوس بالدولار ثم يستردها بعد ذلك بأرباح مضاعفة. لكن الشيء اللي فاتك أخي العزيز هو أنه لو أجريت عملية بيع وشراء، يعني واحد يشتري الدولار، يشتري الدولار، احنا عندنا فقط لا يجوز التربح أكثر من اللازم فقط في الطعام، يعني إذا كان أحد طرفي المعاملة طعام مثل الرز، يعني التمن، الحنطة، الشعير، مختلف الأطعمة الأخرى، وتشتد يشتد الحكم بالحرمة فيما لو كان مثلا عام مجاعة أو أكو مجاعة مثلا بالسوق. عندنا اتصال هاتفي. أم رضا من ذي قار، تفضلي يا أم رضا. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. استشهاد سيدي وغالي ومام الحسن العسكري. يا أهلا وسهلا، نعم تفضلي. سيدنا عندي ابنة شون توها نازل عليها الحي، من تدخل التوالية تغسل غسل كامل، ما ترضى يعني هيك غسل عادي، وهاي تغسل غسل كامل، شنو الحكم؟ هذا الماء يطيح من عجي في نهاية يعني في نهاية الدورة الشهرية لو لا لو كل ما طب كل ما تدخل السوق. ايه بلي، هي طاهرة في هذه الحالة، يعني جسدها جسمها طاهر، لكن هي لا تقرب الصلاة، لا يعني تلمس كتابة القرآن، يعني بعض الأشياء الأخرى مثلا وجودها في المسجد أو في الجامع أو مثلا تروح للضريح ما يجوز من هذا القبيل، يعني قراءة القرآن يعني ما يجوز لها. أما هذا الماء اللي ينزل من جسمها بالي طاهر، ما لم يحتوي على نجاسة. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. نرجع للأخ الكلمة الطيبة صدق، ونقول له احنا عندنا حرام التربح فقط إذا كان أحد طرفي المعاملة طعام أكل، يعني نعم ما يجوز. ليش؟ لأن هذا يمس طعام الإنسان، حياة الإنسان. أما بقية الأشياء ما عدا الطعام، أكو قاعدة فقهية عندنا، الناس مسلطون على ما ملكوا، على أموالهم، لأن هي مروية مرتين، على ما ملكوا، على أموالهم، على أنفسهم وأموالهم، هاي الرواية. فقاعدة هي الناس مسلطون على ما ملكوا، الناس مسلطون على
أموالهم. فإذا هذا الدولار مثلا اللي هي العملة اللي تريد تشتريها مثلا موجودة في السوق، إذا بالبنك بسعر مثلا 132، بالسوق مثلا على سبيل المثال 150، واحد يريد يبيعها ب 200 مثلا، هاي أمواله والناس مسلطون على ما ملكه، أنت ما تجبره أنه يبيع بأرخص. نعم تريد روح الغيرة، روح إلى آخرين اشتري من عندهم، هذا ما تجبره، ما تقدر تجبره تقول له أنت تبيع بهذا السعر، هذا خلاف هاي القاعدة. فاللي دا يجري الآن مثلا في المكاتب يجي يريد يشتري دولار، بس يشتري دولار بالآجل، يعني مو الآن مباشرة يدفع له فلوس، يدفع له فلوس بعد شهر بعد 6 شهور. في هذه الحالة هذا صاحب الدولار يقول له أنا أبيع لك إياه مثلا ب160 170، والناس مسلطون على ما ملكوا. هذا إذا رضى المعاملة صحيحة، يعني الطرف الثاني اللي يريد يشتري، إذا ما رضى يتوكل يروح يشوف غيره أو يشتري مباشرة، ماكو جبر بالموضوع، لا ضرر ولا ضرار، نفس اللي تفضلت بهن الدين المعاملة، حلال الله حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، الدين المعاملة لا ضرر ولا ضرار، كل هاي القواعد اللي تفضلت بها تنطبق على ما نحن فيه. إذن بيع الدولار بالمكاتب آجلا وبسعر أعلى جائز وما بي إشكال. أما مسألة اختلاف الجنس، هذا اختلاف الجنس أساسا وارد بالروايات، مو بكيفنا احنا خلينا. أم فرح من الحلة تفضلي. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا سيد. ممكن استفسار؟ تفضلي. سيد أنا دكتور منعني من غسل الشعر يوميا. نعم بس عيديها خلاص. نعم. الدكتور منعني من غسل الشعر يومي، يعني كل يومين والثالث أو كل 3 أيام والرابع أغسل شعري. شو الحكم مثلا من يعني من ناحية الشطف؟ يعني يصير بس القرص مال الوجه والجسم أشطف يعني جسمي؟ يعني قصدك بالوضوء؟ بالوضوء يعني بالشطف عامة يعني. شوفي بالوضوء يعني إذا كان بالإمكان مسح مقدمة الرأس ولو بجزء بسيط من عقلة الأصبع، نعم ممكن تمسحيها إذا كان ممكن. أما في مسألة الغسول كان المفروض بيك تسوين هذه المسألة يعني مال الدكتور كذا في أيام الحيض، حتى على الأقل ما عندك غسل كان المفروض بيك تسوين. تمام. لكن إذا صارت بعد هو مانعك، إذا صارت الآن ممكن برطوبة اليد تمسحين كل الرأس مثلا على شعريك. تمام. زين دكتور عفو سيد أدي سؤال ثاني. أنا ربيت ابن رجلي، أنا ربيته خوش من عمري 3 سنوات. وهسه عمري 12 سنة. زين هذا يعني من يكبر يعني هم لازم يعني أتحجب قدامه؟ لا ما تتحجبين انت قدامه، لان ما دام انت تزوجتي ابوه فصارت بينك وبينه حرمه ابديه. تمام. اي فما يحتاج الى انه تلبسين حجاب قدامه، ابن رجلك بعد هو. ماشي شكرا. اهلا وسهلا ومرحبا بك. نعم ناخذ اسئله اخرى. طبعا الأسئلة ينبغي أن نختارها لأنه حتى تكون فائدتها للجميع. أم علي تقول أنا أصلي بس تصلي وتقطع وترجع تصلي، يعني أكو قطوعات عندها، يعني مثلا تأخذ لها يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين وترجع تصلي مرة ثانية. ينبغي عليها أن تركز ومعالي بصلاتها. عندنا اتصال. جبار من بغداد تفضل أخ جبار.
كربلاء عفوا. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. عظم الله أجرك مولانا. عظم الله لكم الأجر إن شاء الله. بس مولانا جمال، بس جناب مولانا قربك لو بلسانك. النية يقول النية بلقلب. النية عقد، لا تعقد النية في القلب. عقد بلسانك مولانا. بس اسمح لي خلّا أكمل. عقد النية في القلب، إذا تريد تأكد هاي النية اللي عقدتها في قلبك اذكرها على لسانك. واضح إن شاء الله. هاي شكرا مولانا. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ جبار. زين، فيا أم علي اللي تقول أنا أصلي بس أقطع وأرجع أصلي، طبعا ما يجوز يا أم علي أنه أنتي كيفك تقطعين وترجعين تصلين، تقطعين وترجعين تصلين. الإنسان المفروض به أنه يصلي دائما ويخلي الصلاة لها أولوية على كل الأشياء. في هذه الحالة يكون عملك صحيح. زين، عندها سؤال آخر ظاهر. هي من بابل، أم علي من بابل، عمري 36 سنة وأنا أصلي بس من جلوس بسبب سوفان برجلي، ما حكم هذا؟ إذا كان أكو سوفان يعني مانع من القيام، مانع من حركات الصلاة اللي هي الركوع والسجود، نعم حينئذ يجوز لك أن تصلين من جلوس على الكرسي أو أي شيء آخر. نأخذ سؤال آخر، ما أعرف اسمه بالضبط. يقول عند استفسار، احنا عندنا مناسبة يوم 6 ربيع الأول، اكو اشكال اذا احتفلنا بخصوص استشهاد الامام الحسن العسكري عليه السلام؟ نعم، الموالي ينبغي له ان يحقق هذا اللي موجود في الرواية اللي جانا يعني عن طريق الامام الصادق عليه السلام، يقول شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. الفرح ممكن يتأجل، لكن هاي مناسبة أليمة، مناسبة حزينة، استشهاد إمام معصوم، ينبغي أن يكون هذا أولى، يعني أنه واحد يعزي أولى من الفرح. الفرح ممكن يتأجل، يعني إذا عرس ممكن يتأجله، إذا طهور ممكن يتأجل، إذا عيد ميلاد ممكن يتأجل. بل عندنا اتصال هاتفي. فاضل من النجف، تفضل أخ فاضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. الله يحفظك سيد طول عمرك. تفضل. سيد سؤال بلاد أحمد. بلي. عندي والدتي صار عندها زهايمر، يعني فقدت الذاكرة. أي نعم. وهي عاد تعبانة وأنا جاي قايم باجبها، بس بالنسبة للراتبها بالخصوص شو أتصرف بي؟ يعني مثلا حق لي أتصرف بي يعني مثلا جاي أصرف عليها الطبيب وعلاجها ومصرفها وكذا وأكلها. يعني أنت القائم عليها في مؤتمر؟ تمام سيد. وهذا الراتب انت تستلمه لو هي تستلمه؟ لا انا استلمه، هي من زمان طفت الهويه وقعدت انا امي تخليها امك عادي تطفني عادي، كان مليون وربع قعدت امي خذ ذنبي. نعم. خليهم تفنيها لي. اذا انت القائم عليها القيموم مثلا، في هذه الحاله يجوز لك التصرف بهذه الاموال اللي تاخذها انت كراتب وتصرف عليها. هو هذا جائز. ورجونا جاء ضم لي على سامح الله قدر دفنية. نعم. جائز، بلي جائز إليك أن تصرف، هذا تصرف جائز. رحم الله والديك سيدنا وحبك. والديك أهلا وسهلا ومرحبا. رحم الله والديك. الله يسلمك. زين. نأخذ هذا السؤال، ما أعرف. يقول صاحب السؤال، أنا من مقلدي السيد السيستاني حفظه الله. يقول أنا لما كنت بعمر المراهقة كنت أسوي أشياء حرام، وعلما كنت أصوم وأصلي بذاك الوقت، صلاتي صحيحة وأنا تندمت وثبت بلي، وجاي أستغفر على كل شيء اللي سويته بلي. في هذه الحالة نعم، إذا أنت تبت وتوبتك كانت نصوحة غفر الله لك إن شاء الله. زين، نأخذ سؤال آخر. يقول صاحب السؤال،
إذا رأيت طعام مرمي بالشارع وأنا مجبور أن أرفعه من الأرض، يعني هل هو حرام أن أتركه في الأرض مرمي؟ ربما غيري يأتي ويدوس على النعمة. نأخذ هذا الاتصال ثم نجيب عن هذا السؤال. عقيل من واسط. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا. يا أهلا الله. سيد، عندي عمي زوج حرمة. نعم. والحرمة أجا وياها ولد، فيريد ينقل بنته المرته الكبيرة إليها. هل يصير ما يصير؟ لحظة، أجا وياها ولد يعني ابنها بس من غير رجال؟ نعم. هذا اللي تقصده؟ أي أي. ورجلها شي يريد يسوي؟ يريد ينقل بنته إليها. أي نعم، جائز. شو تقول؟ جائز. نعم، هي غريبة بعد، هي من الابنية من أبو ثاني، وهذا الولد من أم وأبو آخر، فهم يعتبرون أجانب، فيجوز إنه يتزوجون. يلا مشكور سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا. زين، نرجع إلى الأخ اللي يقول أقدر، يعني حرام علي أترك الطعام على الأرض. إذا طبعا هذا نعم، إذا تعرف أنه الطعام الموجود على الأرض في معرض الإهانة ممكن واحد يعني يدوس عليه، ممكن مثلا يتعرض إلى نجاسات، ينبغي عليك أن ترفع هذا الطعام وتخليه مثلا في مكان أفضل من هذا المكان. نأخذ سؤال آخر. يقول أو هي أم كاظم بلي، ما ذاكر السؤال. نأخذ آخر. نعم، هنا السؤال من الأخ حسن الكربلائي أو هكذا اسمه، يقول ما حكم صلاة الجمعة؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ هي واجبة وجوبا تخييريا، واجب وجوبا تخييريا. نعم، واجبة فيما لو كان الإمام المعصوم موجود وهو الذي يأم المصلين، صير واجب عيني، يعني مثل أي صلاة، الصلاة اللي يصليها أنت. لكن في عصر الغيبة الحكم أن صلاة الجمعة واجب تخييري، مو مستحبة، واجب تخييري. يعني أنت مخير بين أن تصلي الجمعة أو أن تصلي الظهر، مخير بينهما. حسن من النجف. اتصال حسن من النجف، تفضل. ألو سيدنا، الله يساعدك. أهلا وسهلا ومرحبا أخ حسن، تفضلوا. شلونك مولاي؟ الله يخليك. شنو سؤالك مولاي؟ يعني زوجتي متوفية وعندي ولاد، مرة ما توفت زوجتي دارت سنتها، رديت أنه بخيرت لزوجة ثانية. نعم. الزوجة الثانية هل يصير مثلا تطلع قدام أولادي هذولا يعني لابسة ما لابسة بس بدون حجاب؟ بلي، انت مدام تزوجتها صار بعد حرمة بين اولادك وبين هاي المرأة، اي مرتبوهم، مرتبوهم. نعم، تقدر يعني بمثابة امهم بالضبط، حرمة ابدية منا الى يوم القيامة. نعم. يعني عادي مثلا اذا مثلا برفتها كذا؟ لا، حتى لو يعني ملابسها العادية، حتى لو يطلع شعرها، حتى لو كذا، يعني مثلها مثل أمهم المتوفية الله يرحمها. مشكور يا الغالي. أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. بلي، نأخذ هذا السؤال. بلي يقول هل توجد روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول بل من لم يحضر الجمعة لا صلاة له أو حج له أو خمس أو كذا؟ ما يحضر لوجود مثل هيك روايات، يعني بالفقه ما عندنا هيك روايات،
وإنما الجمعة صلاة الجمعة مثلها مثل أي صلاة واجبة. نعم. نور من كربلاء، أبو نور عفوا، أبو نور من كربلاء تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. الله يحفظكم إن شاء الله بيديكم. الله يخليك سيدنا. سؤالنا بالنسبة رهن البيت جائز؟ رهن البيت بل يعني تخلي البيت هذا كرهينة للدين اللي أنت تأخذه من الشخص، مو تمام؟ بل مثلا يقعد به أو يأجره أو بعد. ما سمعتك شنو عيدة؟ يسكن به أو يأجره. ها يسكن به لازم يكون بموافقة صاحب البيت. لأن اللي دا يجري الآن من رهينة البيت هذا غير شرعي، مو صحيح. الرهينة هاي أمانة عند صاحب الفلوس، ما يصير أنت يستخدمها، ما يصير يستعملها، ما يصير يقعد بيها إلا إذا وافق صاحب البيت. أحسنتم سيدنا، مشكورين، رحم الله. الله يخليك، أهلا وسهلا ومرحبا بك. نعم. سؤال أيضا هم عند الأخ يقول هل توجد روايات عن النبي؟ نعم، هو نفس لا ما موجودة على حد علمي، لا يوجد روايات تقول أنه من لم يحضر الجمعة لا صلاة له، لا حج له، لا خمس له، لا. وإنما هي صلاة مثلها مثل أي صلاة أخرى، صلاة الجمعة. كل ما هنالك هي تصلى في يوم معين وبشكل معين، عدد معين، خطبتين، يعني هاي هي شكلها صلاة الجمعة، مو مثل أي صلاة العادية. وهي واجبة وجوبا تخييريا. نعم، وجوب عيني فيما لو كانت مع الإمام، يعني مع الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف إن شاء الله. نأخذ بعد أسئلة من المشاهدين الكرام. صاحب السؤال هنا يقول، أو صاحبة السؤال تقول، أنا متبنية طفل وأرضعته أختي 3 أيام، وزوجي عنده مرأة ثانية وياه. طبعا لضيق الوقت نأجل هذا الجواب عن هذا السؤال إلى حلقة أخرى من برنامجنا، برنامج هداية السائل، لأنه انتهى وقت البرنامج وما نقدر بعد نأخذ أكثر من اللازم. لذلك في آخر وقت البرنامج نحب أن نشكر الداعمين والمساهمين والمتبرعين لقناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. نلتقيكم إن شاء الله بحلقة جديدة من حلقات هداية السائل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.